Hi, can I have one V60? Okay. Cortado for my friend. Okay. Thank you very much. اهلا بكم ضيفنا اليوم خالد عيسى. كابتن خالد عيسى، شكرا لك على استجابتك لدعوتنا وسعداء جدا بهذا اللقاء اللي جمعنا فيك. الله يعطيك الصحة والعافية منصور، ومبروك مؤخرا على هذا البرنامج اللي بصراحة يعني تلقى إشادة كبيرة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. والله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك، شكرا لك، وهالكلام يسعدنا. أنا أول شيء قبل ما نتكلم في الكورة، أنا في العادة أبدأ مع النجوم بأني أبدأ بالكورة وبعدين أروح لحياتهم الشخصية. أنت أبو حمد بالذات ببدأ معاك بالحياة الشخصية أول شيء. والمعلومة اللي عرفتها عنك أنك أنت، شوف، هو هدوءك معروف وواضح في الملعب وبرا الملعب، لكن أنا عرفت أيضاً أنك أنت إنسان بيتوتي، أو خلني أحطها بين قوسين رجل عائلة. صحيح، يعني بصراحة الواحد يعني بعد ضغط المباريات، بعد خصوصاً يعني في آخر فترة أنت تلعب كل 3-4 أيام مباراة، من بينهم أكيد يكون في تمارين، فبالتالي أنت لازم تحضر من بين المباراة المباراة، ولازم طبعاً في كل مباراة تطلع بالصورة المطلوبة وتطلع يعني وتبذل قصارى جهدك، فبالتالي أنت تحتاج وقت من الأوقات أنك أنت تكون جالس مع الأشخاص اللي أنت تحب تقعد معاهم، يعني الأشخاص المقربين لك، سواء أهلك، ربعك، عيالك، المهم أنك تدور راحتك بعد كرة القدم. عشان شيء يعني أحب أكثر شيء أني أقعد في البيت. يعني عشان شيء عندك مزرعة تحاول تروح شوي تنعزل فيها عن العالم؟ بالضبط، فكرة المزرعة هذه بكل أمانة يتني يمكن من تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات، أني فكرت يعني أقول أنه ليش ما أسوي لي مكان خاص فيني، يكون منعزل شوي تقريبا عن العالم، يعني في فترة عن صخب الحياة، بعيد عن الناس، بعيد عن زحمة الشوارع، بعيد عن الأسواق. ففكرت في هذه الفكرة، الحمد لله يعني قدرت أني أسويها يعني خلال 3 سنوات يعني. وما شاء الله عليك، يعني في هذا المكان ايضا حتى تجمع اللاعبين الحاليين بالقدامة، صاير مثل حلقه الوصل اعتقد بينهم كلهم. اكيد تعرف انت في فتره من الفترات او في بعض الاوقات انت تحتاج انك انت يكونون ربعك حولك، يكونون اهلك حولك. صحيح ان احنا في الظروف الراهنه الحين والاجراءات الاحترازيه والبروتوكولات اللي صايره ما نقدر ان نسوي هذه الأشياء، لكن تعرف الشيء أنت اللي سويته أو الشيء اللي سويته مثلاً للزمن نفس ما يقولون. تجمعات حلوة بصراحة في بعض الأحيان. الملعب اللي عندك في هذا الحين، إحنا بنحاول نفاوضك في برنامج مصور أرينا، الملعب اللي عندك في المزرعة شو مسمينه؟ سانتياغو برنابيو؟ لا بعدني جوزيه بنيازة. لا بعدني ما سميته، بعدني زين. كم لازم ندفع يا سلطان عشان يتسمى الملعب منصور ارينا؟ اجار. لازم تاجر، فلازم تعطيني اجار شهري. الملعب في المزرعه، جيم في البيت، رياضه وراك حتى وانت تحاول احيانا تنعزل. شوف خلاص يعني نفس ما يقولون هذا لايف ستايل، يعني خلاص بغض النظر انت كملت في كره القدم او ما كملت، خلاص يعني الرياضه صارت مني وفيني. يعني اذا يمر علي اليوم مثلا كامل بدون ما اشوف شيء او بدون ما العب اي لعبه رياضيه، لازم احس ان في شيء ناقص، مو بشرط كره القدم. يعني يمكن كره القدم انا بعد ما اخلص تمريني او بعد ما اخلص من المباراه، على فكره نادرا اني انا اطالع مثلا مباريات كره قدم، او نادرا اني انا العب كره قدم، تحصلني أني متوجه لرياضة ثانية أو أي شيء ثاني خاص في الرياضة. شو الرياضات اللي تحب تمارسها تشوفها غير كرة القدم؟ والله شوف بكل أمانة بصراحة أحب السباحة، يمكن آخر فترة قمت أتعلم أني أركب الخيل، قمت أتعلم كيفية تربية الخيل كأوقات مثلاً أكله، شو الأشياء اللي هو يأكلها، متى وقت سبوحه. بصراحة لقيت أن الموضوع هذا صح أنه ماخذ وقتي كله، لكن لقيت أنه فيه يعني مزة، يعني أنك أنت تكون منعزل عن العالم مع الخيول اللي عندك، تتعلم وتغلط، يعني الشيء يعني بصراحة بالنسبة لي جدا ممتع. يعني
هدوءك في هذا الجانب أظني فيه صاحب صخب في الجانب الآخر. مغنيك المفضل رابح صقر؟ تبغى تعرف هالمعلومة؟ محضرين عدل. بكل أمانة بصراحة نعم رابح صقر أحب أغانيها وايد، يعني أغانيها نفس ما يقولون الهادية، أغانيها اللي فيها إخبال، الكلمات اللي هو يغني لها، الشعار بصراحة اللي يغني لهم ثقال، يعني مثل الأمير عبد الرحمن بن مساعد، آخر فترة الأمير خالد الفيصل، آخر فترة معالي تركي آل الشيخ، يعني ناس ثقال بصراحة، يعني بصراحة بالنسبة لي رابح حالة استثنائية، يعني حالة استثنائية. وخالد عيسى حالة استثنائية في حراسة المرمى. خلنا أبو حمد النقطة اللي بتحدث فيها عن مسيرتك الكروية، النقطة اللي انتقلت فيها من نادي الجزيرة مكانك اللي نشأت فيه ورحت لنادي العين. في ذاك الوقت كان في مفاوضات أعتقد من نادي الأهلي وبعدها أنت رحت للعين، شو كانت؟ والله بصراحة أجمل أيام عشتها بصراحة في نادي الجزيرة، اللي كان له الفضل الكبير بصراحة على المرحلة اللي أنا وصلت فيها حالياً، وما أنسى فضل المعازيب في نادي الجزيرة ولا رؤساء النادي اللي كانوا قائمين على النادي في هذه الفترة. صحيح كان في فترة 6 شهور أذكر في 2012 كان في مفاوضات بيني وبين نادي الأهلي المسمى السابق طبعاً اللي هو حالياً شباب الأهلي، لكن الله ما وفق، صار التوجه بعدين طبعا بعد تفكير بعد مشاورات مع ناس بصراحة، يعني أنا أقول لك يا يمكن بدون ذكر أسامي يمكن أخاف أنسى اسم حد، لكن كلهم يشكرون يعني اللي كانوا في هذه الفترة. صار في مفاوضات ومشاورات في الموضوع، لقوا أن الأفضل اللي خالد عيسى والأنسب لخالد عيسى عشان الاستمرارية أنه يكون في نادي العين، بحكم أنه في هذه الفترة كان موجود عندهم ماجد ناصر وكان تقريبا صغير في السن حارس المنتخب الأول. انتقلت بعدها للعين وصنعت تاريخ على المستوى الشخصي، صنعت تاريخ مع واحد من أكبر الأندية في المنطقة، 6 بطولات في 7 مواسم ونص لخالد، صحيح المعلومة هذه؟ صحيح. نشكر حساب إحصائيات عيناوية هو اللي زودنا فيها. 6 بطولات في 7 مواسم ونص، بطل دوري مرتين، بطل كأس رئيس الدولة، بطل السوبر، وبطل السوبر الإماراتي المغربي. ما أعرف، أنا عن نفسي أعتبرها من ضمن هذه الإنجازات لعبت نهائي كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد. البطولة اللي كانت أقرب لك خلال مسيرتك في نادي العين شو؟ والله شوف ما اقدر اقول لك ان في بطوله كانت قريبه لي، لكن لان بصراحه كل بطوله اخذتها في نادي العين كانت لها نفس ما يقولون ثقلها، كانت لها وزنها. لكن انا بالنسبه لي لو تسالني البطوله الافضل بالنسبه لي او البطوله اللي كانت لها طابع يعني خاص بالنسبه لي، يمكن حتى عند العيناويه حتى عند جمهور الامارات، بطولة كأس العالم. صحيح أن هالبطولة هذه تتكرر وإن شاء الله بإذن الله سأل الله أنها تتكرر إن شاء الله سواء في نادي العين أو أي نادي في الدولة. هذه البطولة بالنسبة لي هي أجمل بطولة. أجمل ذكرياتك عشتها في حتى في لقائنا مع بندر الحبابي قال هذه كانت يمكن أجمل 10 أيام في حياتي. بس أنا بسألك في بعض التفاصيل، أنا عارف أن هذا الموضوع تكلموا فيه معاك وأشبع حديثا، لكن في النهاية هو هذا إرثك الكروي خالد عيسى يعني في هذه الأيام. ركلة الجزاء الأخيرة قدام ريفر بليت، أستاذ هزاع بن زايد عم بكرة أبي، أو يا خالد أو يا... أنا كنت معاه أقول أو يا خالد صراحة. أو يا خالد وخالد عيسى لا يخذل الجمهور العيناوي ويتصدى لركلة التنجح الأخيرة، كنت حاس إنك بتصدها؟ بكل أمانة بصراحة يعني يمكن هذه الركلة أو هذا الإحساس اللي حسيته قبل هذه الركلة أتوقع أنا يعني كخالد عيسى يمكن هالإحساس ما يرجع مرة ثانية حتى لو لعبت 20 سنة قدام. أول مرة يعني هالإحساس في حياتي إن الركلة الخامسة
وانا كنت واقف على الخط لان الركله اللي قبلها كان اتوقع اذا ما خاب ظني عامر او ريان اللي سددها وسجلنا الركله الخامسه. حسيت اني انا الحين بوصل الحين يعني بصد هذه الركله هي هذه خلاص بشلها لان بيني وبينك يمكن في شيء بس الحراس يعرفونه بالذات في ركلات الترجيح. الحارس طبعا اللي يقول لك والله انا طالع الكره واروح لها هذا صعب جدا مستحيل لانه تعرف المسافه قصيره وسرعه الكره اسرع من جسم الحارس. فبالتالي ان الحارس يكون اصلا قبل ركلات الجزاء يكون خلاص قاري الخصم وفي نفس الوقت مختار الزوايا اللي راح يروح لها. انا كنت مختار الزاويه اللي كنت راح اروح لها وكنت مختار الزاويه او الركله الاخيره اني اروح يسار. فسبحان الله كنت حاس اني انا بصد هذه. ليش؟ لان قبلها تقريبا بركلتين او ثلاث ركلات شاتوا الصوب الثاني فقلت هذا اكيد بيغير. فقلت خلني اثر عليه دشت كان بها صديتها احنا وصلنا النهائي. فقلت خلني اثر عليه بحيث اني انا اربكه اخلي شوي يرتبك يعني قبل لا يسدد الركله. الحمد لله الله وفقني ومساعدة جمهور العين فضلا من الله وصلنا للنهائي. وصلت النهائي ولعبت مع واحد من أعظم الأندية يمكن أعظم نادي عبر التاريخ ريال مدريد. شو كان شعورك وهل كنتوا داخلين المباراة أمام ريال مدريد كيف أوصفها ما أعرف أبو حمد وأنتوا تعرفون أنكم راح تخسرون لأنكم أمام فريق وتشكيلة من الأبرز عبر التاريخ أم أن يعني كان في عندكم أمل بأنه ممكن تحدثون المفاجأة وتفوزون على ريال مدريد؟ والله شوف أنا بقول لك بكل أمانة يعني صحيح كرة القدم ما فيها شيء مستحيل إحنا نعرف هذا الشيء لكن في نفس الوقت بعد في فوارق كبيرة بكل أمانة بيننا نحن وبين ريال مدريد. أنت تتكلم في النهاية عن أعظم نادي في العالم مش أعظم نادي في المنطقة أو في أوروبا. صحيح نادي العين يعتبر نادي كبير كبطولات كتاريخ كإرث نادي ثقيل على مستوى المنطقة لكن نفس ما قلت لك أرجع وأقول لك في فوارق كبيرة يعني بيننا وبينهم. عشان أكون صريح معاك إحنا من المباراة الأولى كان هدفنا الاستمتاع بالشيء اللي نحن نحبه اللي هو كرة القدم الاستمتاع بالأجواء المحيطة في بطولة كأس العالم للأندية ألا وهي الأجواء اللي خارج الملعب أو أجواء داخل الملعب. صراحة يمكن هذا الشيء اللي وصلنا للنهاية لأن لو إحنا كان هدفنا أن نحن والله بنلعب عشان نوصل للمركز الأول أو عشان نأخذ المركز الثاني ولا إحنا اللي بنوصل لتارجت معين يمكن ما كنا وصلنا. فاللي ميزنا واللي خلانا نوصل للنهاية أن نحن لعبنا بأريحية تامة بدون أي ضغط. أنا الحين بسألك أسئلة وأباها يعني قد ما تقدر إجابات مختصرة لأنها كثيرة. أول شيء أفضل مدرب مر على خالد عيسى. اثنين أبل براغا وزوران. أفضل مباراة لك في العين. ريفر بليت. طبعا أسوأ مباراة لك. والله وايد مباريات. قدوتك في حراسة المرمى ولا اللاعب اللي أو الحارس اللي أنت كنت تشوفه وأنت صغير يعني مثل أعلى؟ والله بصراحة في كذا حارس بصراحة يمكن صغير أحب أشوف مثلا على سبيل المثال بوفون أحب أشوف في هذه الفترة نيلسون ديدا أحب أشوف أوليفر كان. بديت انت من البدايه في مركز الحراسه. ايه بديت في مركز الحراسه يعني مش دخيل على مركز الحراسه وبالصدفه جابك. دخلت على طول لبست القفاز. جميل. انزين عندك وايد جوائز شخصيه شو الاقرب لقلبك؟ والله بصراحه عندي تقريبا حول 16 او 17 جائزه شخصيه لكن الجائزه الاقرب لقلبي اللي هي جائزه افضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية لأن اللي هذا اللي عرفته أنا وبعد البطولة يمكن شهر عرفت أني أنا أول لاعب عربي أخذت جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية مرتين ورا بعض. فالحمد لله هذا يعتبر فخر لي وأكيد أشكر الله على هذه الجوائز وأشكر أخواني اللاعبين كذلك اللي كانوا
مساهمين بدرجة كبيرة معاي في هذا الإنجاز. الحين هاي الأسئلة اللي بسألك إياها تكررت علينا في مواقع التواصل الاجتماعي من متابعين البرنامج، وبما أنها تكررت هم يستاهلون أنك تجاوب عليها. أخطر مهاجم واجهته في دورينا؟ صراحة هو كان عدوي واستوى ربيعي نفس ما يقولون، جيانا سموه وسبستيان تيغالي. وتيغالي أخطر مهاجم واجهته في دوري أبطال آسيا؟ صراحة في كثار مهاجمين كثار بصراحة، لكن أخاف أني أظلم حد إذا ما ذكرت اسمه، لكن أنا كوجهة نظر أشوف بصراحة غوميز مهاجم الهلال. بصراحة كمهاجم صريح أنا أشوف حمد الله كذلك، يوسف العربي. على طاري حمد الله، خطأك أمام حمد الله، ذلوك فيه ذل أبو حمد صدق؟ كل يومين يردون يقعدوني شهر كامل ألقاها من جمهور نصر ولا من جمهور العين. كيف الحارس يقدر يطلع عمره بعد ما يخطأ خطأ؟ لأن غالبا حارس المرمى في مركزه إذا غلط يساوي هدف، قول المدافع يمكن في مدافع ثاني يغطي عليه. قلت أخوانا المصريين غلطة بجون. أيوة الغلطة بجون. كيف تطلع نفسك من هالضغوطات بعد ما؟ والله شوف منصور، والأخطاء تحدث للجميع طبعا. صحيح، عشان أكون صريح معاك منصور، يمكن أول فترة لعبت فيها في نادي العين، أنا كنت جاي نادي العين عمري 22-23 سنة. صح أني كنت حارس المنتخب في هذه الفترة، وكنت حارس في فترة من فترات كنت ألعب في نادي الجزيرة في حال غياب علي خصيف، لكن مع كل احترامي للفترة اللي أنا لعبتها في نادي الجزيرة، لكن لما رحت نادي العين شفت نفس ما يقولون، شفت لما تسوي نقلة نوعية ثانية، شفت الأجواء غير، شفت أنك مطالب، أنت سيء مو بسيء، أنت زين مو بزين، دائما مطالب في بطولة، الوضع يختلف، الجمهور دائما متواجد في النادي في وقت التمارين في المباريات، الضغط زايد. بيني وبينك بصراحة في أشخاص أنا قعدت معاهم في أول سنة أو سنتين في نادي العين ما قدرت أتحمل الوضع، يعني لدرجة أني قلت لهم أطلع. بصراحة كنت ما أقدر يعني أن أتحمل الضغوطات هذه سواء في السوشيال ميديا أو حتى في الملعب، لكن الحمد لله اكتشفت بصراحة بوجود هذه الأشخاص اللي كانوا في الإدارة في هذه الفترة، على رأسهم الشيخ عبد الله بن محمد، بوجود الحراس اللي كانوا محيطين فيني صراحة يشكرون على النصائح اللي كانوا يعطوني إياها باستمرار، ألا وهم ماجد ناصر، علي خصيف، كانوا دائما يطالبوني بالصبر، أصبر تمرن اجتهد بتوصل للي تباه. فعلا بصراحة أنا أشكرهم بصراحة من بركم هذا، من قناتكم هذه أشكرهم بصراحة جزيل الشكر، لأن هذا اللي أنا واصل له الحين بصراحة كله بفضل الله وفضل هذه الأشخاص اللي ذكرت لك إياهم. تعودت على الضغوطات بكل أمانة، بخصوص غلطة حمد الله اللي في مباراة النصر في دوري أبطال آسيا، صحيح أنا غلط في هذه المباراة، طلعت واعتذرت للجمهور لأني يمكن أنا كنت سبب في خسارة الفريق في هذه المباراة، لكن الشاطر اللي يتعلم من غلطته، ومش عيب الغلط في النهاية، لكن أنا أتعلم من الغلط. ممكن تغلط لأن المهاجم اللي قدامك يكون قوي؟ لا مو بشرط انك انت تغلط، يعني لازم انك انت تغلط مثلا على سبيل المثال اذا كان خصمك قوي، او في بعض الاحيان اوكي يمكن يكون خصمك ذكي، مش شرط انه يكون لازم يكون ان ان ان, إن الخصم عنده مثلا سي في قوي او ان الخصم مثلا اسطوره ولا شيء، لا الغلط اي في اي وقت ممكن انه في مباريات صغيره، يعني ممكن انه يكون سوء توفيق، ممكن يكون قله تركيز، ممكن يكون استهتار، فانت الغلط ما تقدر نفس ما يقولون تعرف وين سببه، فالشخص نفسه هو اللي يعرف سبب الغلط، فبالتالي هو اللي نفسه لازم يصلح الغلط. أفضل حارس في العالم حالياً؟ شتيجن. في الخليج؟ في حراس كثار. وحقتك ها؟ والله بصراحة ما، بس أنا بقول لك عبد الله المعيوف لأنه ما أخذ دوري أبطال آسيا. صحيح خطير. أنا أمشي مع النتائج، النتائج شي تقول. حراسة في الإمارات. شوفيها مستقبلها كيف تراه بعد جيل، الله يعطيكم الصحة والعافية ونتمنى استمراركم في الملاعب، علي خصيف، مايد ناصر، خالد عيسى، اللي يعني كان المرمى المنتخب الإماراتي معاهم في أمان، واللي على مستوى أيضا الأندية قدموا لنا سنين من العطاء مرضية بالنسبة لنا في هذا المركز. شو تشوف اللي بعدكم الحين؟
والله بصراحة منصور، الأشخاص اللي أنت ذكرتهم الحمد لله لا زالوا أنهم يعبون في ملاعبنا. حراس بصراحة ثقال، قدموا الكثير لأنديتهم وللمنتخبات الوطنية. أتوقع أنا كوجهة نظر أن مستوى الحراس ما عليه خوف في دولة الإمارات بوجود الشباب اللي موجودين تحتنا، أو يقولون مثلا الجيل اللي تحتنا يمكن ما في فرق من بيننا وبينهم إلا يمكن 4-5 سنوات. أنا بصراحة أشوف فهد الضنحاني ممتاز جدا، قاعد يقدم مستويات جدا رائعة في بنياس. محمد الشامسي في فترة من الفترات كان بصراحة جدا ممتاز وأكثر من رائع بإشادة الجمهور والخبراء كذلك، لكن يمكن في آخر فترة مر بإصابة. إن شاء الله الحين تقديرنا بيرجع إن شاء الله في أفضل مستوى. في حراس كذلك كثار على مستوى النادي، مثلا عندي أنا عند في نادي العين، حتى في الجزيرة في حراس، عبد الرحمن حارس منتخب الأولمبي، محمد بوسندة حارس منتخب الأولمبي، حمد المنصوري اللي عندنا. فأنا أتوقع في حراس ممتازين على مستوى الدولة إن شاء الله، بس يحتاجون الفرصة لهم يلعبون أكثر. فقرة جديدة مشاهدينا الكرام، وهذه فقرة فانز أرينا. اليوم بنبدأها مع كابتن خالد عيسى كأول ضيف. كابتن خالد خلني أقرأ لك السؤال الأول من UAE سبورت نيوز أكشن نيوز، يقول لك فالديفيا ولا إيغور كورنادو؟ بصراحة الاثنين ثقال، وأتمناهم بصراحة أنهم يلعبون في الفريق اللي أنا ألعب فيه لأنهم يصنعون الفارق، لكن أنا بروح مع إيغور. إيغور كورنادو. شو سبب احتفاليتك ضد جمهور الوحدة وجمهور شباب الأهلي؟ هذا السؤال من المتابع الوفي للبرنامج سعيد سيف. حبايبي انت تكلمت في هالموضوع، بس يعني مسألة انك انت تحتفل امام الجمهور الخصم تشوفها عادية؟ يعني احنا نشوفها في اوروبا، لكن اذا صارت في ملاعبنا يبدا الجمهور يقول انها استفزاز ويبدا. والله شوف منصور، انا يمكن هالكلام ما قلته قبل في اي قناة، لكن بقول لك اياه جزاك الله على فكرة. وهم يعرفون الأشخاص إذا كانوا بيسمعون هذا البرنامج أو بيسمعون هذا الجواب مني، بيعرفون هذا أنا أقصد منو بالضبط. تربطني علاقة جدا قوية في رؤساء روابط جمهور شباب الأهلي والوحدة، بدون ذكر أسامي، هم يعرفون أعمارهم، هم معروفين بالتليفون. وعلى فكرة وأنا راكب الباص بعد أسولف إياهم قبل لا أروح ألعب إياهم، أقول لهم مثلا على سبيل المثال اليوم بسجل عليكم بطفر بكم، والعكس صحيح عادي يعني. فيمكن بعض الجمهور ياخذها بحساسيه، لان تعرف ان الخساره دائما تاثر على اي فريق، لكن والله العظيم ما في الخاطر شيء. كل ما في الموضوع ان نزرع روح الحماس، نزرع روح التنافس، سواء في الاعلام بين الجمهور في الملعب، هذا كل ما في الموضوع. لكن ان ما في اي ذره كراهيه بينه وبينهم، بالعكس كنا اخوان نقعد في ميلس واحد ونسولف وندردش مع بعض. زين، عمر يسألك ما أفضل حارس في العالم حاليا؟ طبعا أنت قلت تير شتيغن. صحيح. نواف أنسيني، والله يا نواف بدنا أنك تنسى البلنتي اللي ضيعها البارحة أنسيني. يقول لك لعبت ضد جمهور الهلال والاتحاد والأهلي، طبعا يقصد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأجواء الأفضل كانت ضد مين؟ والله شوف يا أخوي نواف، عشان أكون صريح معك وعشان أواسيك على الخسارة أمس خسر نابولي ترى، ونسيني ضيع بلنت أرد لك يا نواف. عشان أكون صريح معك بصراحة، شوف منصور لعبت معهم كلهم صحيح، كل جمهور له مزة، كل جمهور له الأهازيج الخاصة فيه يعني. بس اللي أقدر أقول لك إياه ان اي لاعب سواء سعودي او اماراتي او اي فريق يروح يلعب في السعوديه، انا متاكد 100% ان 90 دقيقه هذه صحيح انه يلعب مركز في 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 الملعب، لكن ينطرب مع الجمهور، ينطرب مع الاهازيج الجديده اللي دائما تتغير في السعوديه، وهذا الشيء اللي يميز الدوري السعودي جمهوره. بصراحه ما اقدر اختار، لكن كل جمهور يتميز عن الثاني. انت قبل ما اكمل السؤال اللي بعده، لأن وايد سألنا أيضا هذا السؤال، لو أنه ما أضفناه، يبون يعرفون شو ميولك في السعودية، وهل من الممكن أنك
تلعب في الدوري السعودي يوما ما؟ والله شوف، مع كل احترامي بصراحة لكل الأندية الكبيرة السعودية اللي موجودة هناك، ويشرفني أني أنا في يوم من الأيام أني أكون واحد منهم وفيهم، لكن في نفس الوقت بعد أنا ألعب في نادي كبير اللي هو نادي العين، ونادي أنت تعرفه يعني كبير على مستوى المنطقة وعلى مستوى آسيا كذلك. لكن بصراحة يعني تعرف كل نادي، مش بس في السعودية، كل نادي في فترة من فترات الناس ما يقولون ياخذ الأخضر واليابس. احنا من يوم كنا صغار فتحنا على الاتحاد السعودي، ولا زال الاتحاد السعودي يعني نحبه يعني لنا الحين بصراحة، لكن هذا ما يمنع ان في فترة من فترات الأهلي كان بصراحة مسيطر، الحين الهلال مسيطر كذلك، والنصر في فترة من فترات كان مسيطر، لكن تقدر تقول شوي الميول شوي يميل أميل للاتحاد. محمد نور شكله كان يضربك قبل. والله كلهم، محمد نور ومبروك زايد ورضا تكر والجماعة كلهم. أوكي، هذا السؤال أنا استعجلته أصلاً من ستيفي. ستيفي يقول لك لو جاتك فرصة الاحتراف من الدوري السعودي تقبل فيها ولا خلاص كم مسيرة؟ أجاوب علي الكابتن مشكورة. كيف كان شعور خالد لما واجه كبير أوروبا؟ هذا جاوبت أنت أيضاً عليه، اللي هو سؤال صحيح. ريال مدريد. كابتن خالد عيسى، دائماً الحوارات معك تسعدني، وأنت كما أنت دائماً خسران فايز دائما محافظ على هدوءك واختيارك لمصطلحاتك انت. الله يعطيك الصحه والعافيه منصور، وانا الصراحه لي الشرف اني اليوم كنت موجود ضيف عندكم وقاعد معاك، وان شاء الله باذن الله راح يكون من بيننا ان شاء الله تعاون ان شاء الله باذن الله. باذن الله شرفتنا ووسعتنا. شو رايك في قهوه رين؟ 200 200 على قولتك. لا حلوه الصراحه. بالعافيه. الله يعافيك. احنا كابتن خالد تشكيلتنا في منصور ارينا كلها مهاجمين على صناع لعب، ما عندنا حارس مره. يلا انا حارس. لكن وين راح سلطان؟ لكن بنوقع معاك عشان نضمن مركز حراسه المرمى عندنا. يا سلام، العقد بيننا وبينك ان شاء الله 17 سنه على الرقم. 17 سنه ها؟ تتباني حارس ولا مدرب حراس؟ عشان احرف يعني، عشان عقب تدرب الحراس اللي بيجون عندنا. شو رايك بالفانيله؟ الصراحه التيشيرت جدا جميل، مقدم من لوكال شيرتس متجر. واللي عجبني اكثر بصراحه اللوجو وال اسم البرنامج. الله يجزيك خير. الله يعطيك الصحه والعافيه. شرفتنا يا كابتن. شرف لي طلعنا. كره بينيه داخل منطقه الجزاء، وخالد عيسى في التصدي، خالد عيسى في التصدي، خالد عيسى يطلب من الجماهير أن تواصل في تشجيعها في هجانها، وعسى أن يتم التصدي للعبة الأخيرة. خالد يا خالد، خالد عيسى، الله الله.